انا بصراحه مش موافق على شغلك ده. شفتي؟ حتى ابنك مش موافق على شغلك. وانت ليه يا سي حازم انت كمان مش موافق على شغلي؟ مش معقول يعني تكون بتشتغلي في نفس المدرسه اللي انا فيها. شكلي هكون ايه قدام صحابي؟ الله عليك، والله اول مره تقول كلام يعجبني. يا سلام، ما تفرحش قوي كده. ابنك مش عاوزني اكون معاه في نفس المدرسه عشان ما يكونش تحت عيني واعرف بيعمل ايه اول باول. هكون بعمل ايه يعني؟ اوعى تكون فاكر ان انا قاعده في البيت ده نايمه على وداني وما اعرفش انت بتعمل ايه. اخبارك كلها عندي. واخباره ايه بقى عشان اعلقه؟ خير خير، خليكي محضر خير، ما انت عارفه كل حاجه. ايوه كده تعدل، اعرف تفتح بقك امتى وتقفله امتى. حاضر. على العموم يا حازم، يعني هو شغل مش عيب اللي محتاجه. جرى ايه يا سميح؟ احنا هنعيده تاني ولا تاني ولا تالت؟ ما تقومي تعملي لنا حاجه ناكلها، انا جعان. انا بقول كده برضو احسن.